طيب نرجع للذكريات، ذكريات الأستاذ محمد علي خير مع النادي الأهلي، متى بدأ حب الأستاذ محمد علي خير للنادي الأهلي ومتى بدأت علاقتك بالنادي الأهلي؟ يمكن من تانية ابتدائي في مثلا سنة 70 71، كانش التلفزيون منتشر قوي، بس دايما كان يبقى عند الجار دايما في تلفزيون أبيض وأسود، كل بقى سكان العمارة البيت يروح يقعدوا، كانت الماتشات عادة بتبقى يوم الجمعة يعني عكس دلوقتي. أنا يعني ما غيرتش، يعني هو أنا ولدت أهلويا وإن شاء الله هموت أهلويين، وبدأت بقى أتابع مع رحلة الجيل الذهبي التاريخي، كباتن الكبار محمود الخطيب، مصطفى عبد، كرامي، الجيل ده، صفوت عبد الحليم. وانا صغير كنت حريص على ان انا اروح اشتري المجلات زي الكواكب، كان فيها ملحق رياضي، ملحق رياضي، وكان بيجيب صور اللعيبه والحاجات دي، كنت انا غاوي واجيب مجلد اعمله بنفسي ورق ابيض واقص الصور والزقها. خلي بالك ده ما كانش فيه بقى لا انترنت ولا الكلام ده، بس انا عندي مجلد واكتب عليه الاهلي. كنت حريص على شراء مجله الاهلي الاسبوعيه، كانت بخمسه ساق على ما اذكر، وكان في تواصل، يعني انت في قلب الشارع في قلب الحاره، كل اللي حواليك يعني عاده هم يا اهلي يا زمالك، بس النسبه الغالبه كانت الاهلي. كبرت وطبعا لحد ما حصلت على عضويه النادي الاهلي، يعني ان انا اكون سنه كام تقريبا حضرتك فاكر؟ تقريبا انا عضويه النادي الاهلي واخدها من حدود 15 سنه او 18 سنه، يعني كانت برضو بفلوس وقتها كتيره، 2000 وحاجه 2000 وشويه، يعني وخدتها وكانت بالتقسيط، كان متاح وقتها ده. انا بقول سنه طبعا، مش قيمتها 2000 جنيه عشان لا بنتكلم سنه 2002 2005 اللي هو انا عضو وحيد، يعني عضويتي الوحيده هي النادي الاهلي، ما عملتش اشتراكات في اي انديه خالص. بتابعه بشوفه، بحب النادي الاهلي، لكن عايز اكد ايضا ان هنا انا بحب النادي الاهلي بعد ما كبرنا واشتغلنا في المهنه، ولكن دون الميل الى التعصب او العصبيه او الخروج عن اللياقه العامه او الادب العامه. انا حتى في برامجي او في كتاباتي لا، انا بحيي فريق منافس زي نادي الزمالك، حييته بفوزه على الترجي والكلام ده مرتين. ما انساش ان دي كلها فرق بتمثل الدوله المصريه ومصر يعني، لكن انا اهلاوي عندما يلتقي الاهلي مع الزمالك، ده طبيعي، زي ما ليا اصدقاء زملكاويه عندما يلتقوا الزمالك مع الاهلي. يعني حضرتك اهلاوي عاشق للنادي الاهلي، مشجع للنادي الاهلي، ولكن ضد التعصب. طبعا. بس عايز اقول هنا ان احنا احنا زي ما جه في التقرير، وبشكر الزملاء اللي كتبوه، دفعه 86 هي الدفعه الاشهر في كليه اعلام، يعني تقريبا 95% مننا موجودين في المشهد الاعلامي دلوقتي. زي مين من الاصدقاء من زملاء الدفعه في المجال الاعلامي؟ استاذ ياسر رزق رئيس مجلس اداره اخبار اليوم، استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، استاذ مجد الجلاد رئيس تحرير مصراوي، استاذ دين عبد الفتاح رئيس تحرير مجله اموال الغد، استاذ انور الهواري، استاذ يوسف فوده، استاذه جميله اسماعيل، يعني اساتذه كتير، يعني كوادر متميزه الاهرام اعلاميا طبعا. لا انا مش عايز الاسماء تسقط مني على سبيل يعني المثال، لا الحصر. طبعا على سبيل المثال، الدفعه قدمت للمجتمع المصري نجوم حقيقيين، مجموعه كبيره من نجوم، نجوم حقيقيين. بنلتقي كل فتره مثلا تقريبا مره كل شهر في مرسى النادي الاهلي بدعوه كريمه من اخونا الكبير ابراهيم المنيسي، بنلتقي واهلاويه وزملكاويه بصراحه، بيحضر معانا عماد حسين، حمد عبد الرحيم الكاتب الصحفي، وعدد كبير من الاصدقاء ما يقلوش عن 15 20 شخص، واستاذ ابراهيم المنيسي بيعزمنا دايما على كباب وكفته في المرسى، بنقعد بقى نتبادل الذكريات والحكاوي، وفي النص بنشاكس بعض الاهلاويه شويه بقى، حوار اهلي وزمالك، بنقعد طبعا نشاكس بعض اهلاويه وزملكاويه، لان في يعني بيبقى نص القعده من مختلف من الدفعه او من المجموعه دي، في منهم اهلاويه وفي زملكاويه.